اهلا وسهلا مرحبا. العشرة 14 دقيقة الحقيقة كل شيء نعطيوه ديما وقت ونعطيوه الإمكانيات ونعطيوه كل شيء أي موضوع ما، ولكن الطبيعة وقت اللي تتعلق الأمور بالطبيعة نحسبوها كشعارات وبر كسيلابي بتعدى سيلابي بجي في وقت سابق، ومن بعدها عرفنا قيمة الأمور والطبيعة متاعنا وكثر الكلام عليها كان وقت اللي جاتنا وقت الكورونا، ولكن تعدى نهار تقريبا نهارين تاني نهار 5 جوان اللي هو شفنا اليوم العالمي للبيئة. اليوم العالمي هذايا تعدى في بلادنا باهي برشا، شفنا أنه على مستوى الوزارة كانت فما اجتماعات وغيره، ولكن ننساو أنه زاد فما مجتمع مدني وقاعد يخدم في خدمة كبيرة 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 برشا من أهم المكاتب اللي قاعدة عندها مشاريع وأنا فرحان برشا اللي هي جت لتونس، هو الصندوق العالمي للطبيعة، المنظمة العالمية هذه اللي هو مكتب شمال إفريقيا في تونس. ومعنا زاد سي فوزي المعموري اللي هو رئيس المكتب في تونس ومكتب شمال إفريقيا معنا في المباشر. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك، مرحبا بمستمعي راديو بيت. ربي فضلك، شكرا على تواصلك معنا، ونتمنى ان شاء الله نتمنوا هك تكونوا بحذانا نحكيوا اكثر ممكن رياحيه كي تبدو بحذانا في البلاتو. قبل ما نحكيوا على اليوم العالمي للبيئه خلينا ساعه نتعرفوا اكثر للي ما يعرفش الصندوق العالمي للطبيعه. انا باش نقول للناس اللي تبعوا فينا وانو تنجموا تشوفوا تصويره باندا في النواغي بلون مكتوب عليها WWF، هذيك ممكن أكثر دور والناس كل تعرفها في تقريبا أغلب الناس اللي هم يعرفوها. خلينا تعرفوا عليها أكثر الصندوق العالمي. تفضل سيدي. صندوق العالمي للطبيعة هي منظمة غير حكومية، هي جمعيات عالمية وجدت في جنيف في سويسرا، وعندها إن شاء الله نحتفلوا في 2021 60 سنة وجودها، عيد ميلاد 60 سنة إن شاء الله في العالم. الجمعية هذه كانت بدايتها في الستينات باش تحافظ على البداية والفكرة على حماية الحيوانات في إفريقيا. برشا مسافرين زاروا إفريقيا وشافوا تدهور الحيوانات، بدأت على ذلك قاموا بما بالصندوق العام للطبيعة، قاموا بجمع الأموال يبعثوا فيها لإفريقيا باش يحافظوا ويضعوا أول حدائق وطنية في العالم في افريقيا وفي جنوب افريقيا. اهم الحدائق هذه ولا اهم المشاريع الكبرى اللي عملها الصندوق نتاعكم شنو ما هم؟ والله الحدائق في كما في حدائق في جنوب افريقيا، كما عدد حدائق في كينيا. كنت اول من فكرت في وضع الحدائق الوطنيه هذه باش تحمي باش تضع قطعه ارض كبيره كمحمية طبيعية. وتوكيل بدينا وبعد تغيرت المعطيات وبدينا نخدم على عدة ميادين كما حماية الغابات، حماية المناطق الرطبة والمياه، كما تنوع بيولوجي، كذلك نخدم على التصحر، كذلك نخدم حاليا على تغيرات المناخية، وأكثر شيء كيفاش نتعامل مع الإنسان في الموضع في الموقع متاعه، هو إدماج المواطن في الساكنة في الطبيعة باش يتنجم يتناغم ويحافظ على الموارد متاعه. احنا مانيش ضد التنمية، احنا مانيش ضد وجود الإنسان في الطبيعة، احنا منظمة تخدم بتناغم مع المحيط وبتناغم مع احتياجات الإنسان للمحافظة وللمستقبل. هذا هو مفهوم كالمعادلة، المعادلة ذيك اللي هي تبان صعيبة للبعض، والبعض اللي هي ما يفهمش يقول لك يا أخي فما أنا عندي تحديات قدامي، عندي تنمية وعندي بطالة وعندي مشاكل هذه نعاني فيها، فمتاح لي ممكن أنه نقوم حتى ببعض التجاوزات باش نحاول نعيش هكا ممكن جزء كبير من المواطنين. فالمقابل فما الطبيعة اللي هي في حد ذاتها إذا خسرناها ما عاد النجم يعيش فيها حتى حد، لا المشاريع ولا الإنسان. هذا هو التحدي، وهذا هو هدفنا أن نحن نشتغل عليه ونخدم بعضنا مع كل أكثرية مع المواطنين الموجودين في المناطق الطبيعية هذه والمجتمع المدني والحكومات، لأن ما نجموش أن نحن نشتغل كمنظمة وحدنا، يزلنا الناس كل يد في اليد باش نفكروا في المستقبل بتاعنا. في تونس
مانيش قدم مانيش جدد تخدم ياسر. انا اكثر من 25 سنين اشتغلوا في مناطق الشمال الغربي خاطر بدينا كبدايه وين نجموا نشتغلوا في تونس وعملنا دراسات وشفنا التنوع الجيولوجي والمناطق الهشه هي موجوده في الشمال الغربي في الغابات في المحيط وكذلك في خليج قابس بالنسبه للمحيطات والابحار وكذلك على عده مناطق رطبه في تونس. به شو المشاريع اللي خدمتوها الكبيرة سي فوزي في تونس؟ عدة مشاريع مثلا شفنا نحن كنا من البداية أو الأوائل اللي قمنا بوضع بشراكة مع الإدارات والإدارات بوضع المحمية البحرية بكابسيرات كاب نيجرو. نحن أول الوحود اللي اشتغلنا على كيفية إدارة المحميات الطبيعية كمثال منطقة الفيجة مثلا فيجة في غار ديماو نحن كذلك اشتغلنا على المناطق الرطبة في تونس. تعرف اتفاقية رامسار هي اتفاقية تهتم بالمناطق الرطبة بالأودية وبالسبيخ وبالبحيرات في العالم وباش تونس تكون ناشطة فيها وتحط على الأقل منطقة رطبة. حطت عام تونس عام 81 إشكل وجينا نحن بعد 27 سنين اشتغلنا مع الإدارة وتوا حاليا وضعنا أكثر من 40 منطقة رطبة في تونس. في الجزائر أنا أكثر من 50 منطقة رطبة وفي المغرب حوالي 40 منطقة. أنا في 20 سنة وصلنا بالتعاون مع السلطات الكل وضعنا 100 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية في تونس. أكثر مشروع وأكثر نتيجة اللي نحن نفتخر بها اللي قمنا بوضع علامة عالمية هي مدينة رامسار. اتفاقية رامسار في السنوات قبل 2013 ما كانتش تهتم بالمدن اللي يعيشوا في المناطق الرطبة. نعطيك على سبيل المثال في منطقتنا هنا في وطن قبلي فما مثلا قربة تعيش بحذاء صبخة قربة فما علاقة متينة ما بين صبخة قربة ومواطني ومدينة قربة ولكن اتفاقية رامسار تهتم كان بصبخة قربة ما تهتمش بالمدينة. نحن عملنا على اتفاقية وقلنا ليش ما نعملوش علامة مميزة لأي مدينة تهتم بمنطقتها معناها هي تكون عضو ناشط كمدينة على المنطقة الرطبة اللي هي أهمية ذات أهمية عالمية لاتفاقية رامسار. ومن خلال الفكرة هذه وضعنا اقترحنا على اتفاقية خاطر الفكرة دي جت في غار الملح لما اشتغلنا في برنامج ومشروع كبير في غار الملح. شفنا كان زميلي عمرها 25 سنة طالبة بعد خدمة معانا هي جابت الفكرة وقالت علاش اتفاقية رامسار دي ما تهتمش بالمدن علاش في غار الملح نهتموا برشا بالصبخة وبالبحيرة والإنسان والبحار اللي عشوا منها واللي أخذوا منها المدينة مش مهتمة. من خلال الفكرة بتاعها وصلنا للاتفاقية واقترحنا عليهم وضع علامة مميزة اسمها مدينة رامسار ومشات معنا تونس كدولة اللي هي مقترحة خاطر نحن موديل هي توا ولايه غار الملح. انا تابعت شويه البرنامج بتاعكم على غار الملح وخدمه كبيره صحيح. ومن خلال الفكره هذه جت كوريا انتهى تمت ولو زوز مدن زوز بلدان قبلوا الفكره وبعد مشينا للاتفاقيه وميوستي الدوله توا صحوا وكان وضعوا العلامه هذه واول مدينه عربيه شمال افريقيا هي مدينه غار الملح في تونس اللي خذت العلامه هذه. هذا جروسو مودو شنو اللي عملته في تونس هذا مهم جدا. انا باش نرجع شويه لنهار الخميس اللي تعدى والاكيد وانا فما تحديات كبيره في العالم وقاعدين نراو انه شعار التنوع البيولوجي هو شعار لهذا العام. الشعار هذايا شوفوا انه زاد في اليوم العالمي للبيئه فما رساله من الطبيعه اللي شفناها ومخاطر اللي هي تتعلق ممكن بالكورونا. كيف تبعتم هذا كمنظمه دوليه؟ تفضل. والله نحن ككل بلدان كل منظمات تحتفلنا زاده باليوم العالمي للبيئه الاثنين شعاره هو التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي وقيت للطبيعه زاده في وقتها. هذا هو قيت. هذا شعار تونسي عاد. لا شعار عربي تايم فور نيتشر بالانجليزيه وهذا شعار العالمي. هذا الشعار العالمي معناها اللي بضعوه سي لو مومون بلا ناتور وقيت الطبيعه لازمها نعطيوها الوقت. هذا جاء الوقت
باش نهتموا اكثر، لان الكورونا كي تحللها من خرجت من التعامل، ما تعرفوا في الصين ياكلوا برشا حيوانات طبيعيه، حيوانات موجوده في الطبيعه اللي احنا ما ناكلوهمش، والفيروس هذا موجود، الاف الفيروسات موجود في عده حيوانات بريه والصين ياكل فيهم، جات الفتره ذي وتنقل الفيروس هذا من الحيوان، واحد يقول شمسوري واحد يقول حيوانات اخرى، وتنقل الى الانسان، بعد من الانسان ولا يعدي الانسان، وهذا هو الخلل في التوازن اللي وقع، اللي خلال والطبيعه احنا نقول عمرها ما تظلم الطبيعه، صحيح خلاه ينتشر. لذلك توكيل زلنا نهتموا بشيء هذايا، نحن حاجه فرحتنا الى الصين انها منعت منع البيت اكل الحيوانات البريه. هذا على مستوى القانوني، ما على مستوى التطبيقي نتصور انه فما ثقافه كامله مربوطه بها، ولكن الصين حكومه صينيه في التطبيق تعرفهم. اي ما يفادلكوش في الامور هذه، ما يفادلكوش خلصة بحاجات غير ما مشكله. اي والسنوات نحن نجاروا على شيء هذا باش يقف وما نجمناش، جات كورونا وقفته في لحظات، وقفت برشا حاجات معها، برشا حاجات. انتم في تونس الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال افريقيا اللي وقع اتفاقية شراكة مع وزارة البيئة نهار 5 جوان هذايا، في خلال الاحتفال هذايا، الاتفاقية ذي على ماذا تنص سي فوزي؟ الهدف نتاعها العمل بشراكه مع وزاره البيئه والادارات نتاعها لوضع خطه عمل مده 3 سنوات القادمه. نحن بحول الله عندنا برامج كبيره وبرامج باش نحاول نشوفوا الطبيعه وحمايه الطبيعه والعمل على التنوع البيولوجي بعد الكوفيد. فقط اذا تعطينا هكا من مشاريعكم اللي ناويين تخدموا عليها ان شاء الله في 3 سنين هذه مع الوزاره، شنو اهم المشاريع الكبرى؟ المشروع الكبير اللي نبداوه ان شاء الله من اول غور تجويليا هو حول ادماج التنوع البيولوجي والعمل على بعث قدرات في الوزاره، بعث مشاريع معناتها لتكوين مختصين في الوزاره في التنوع البيولوجي وكل الاطراف المشاركين. احنا لاحظنا اللي حاليا في التنوع البيولوجي والمحافظات المحافظه على التنوع والطبيعه حاطين الكل على كاهد وزاره البيئه او اداره عمل الغابات او وزاره الفلاح، ولكن البيئه الناس كل تشتغل فيها، عده وزارات. الهدف نتاعنا كيفاش نضع شراكه ما بين وزاره النقل مثلا، اكبر ملوث للطبع في تونس. انتم تعتبروا وزاره النقل في تقاريركم انه اكبر ملوث؟ اكبر ملوث للبوليسيون اكبر في العالم كامل. وزاره النقل وكي تشوف التلوث نتاع الهواء جاي من وزاره النقل، وزاره الصناعه اكبر ملوث في المياه وفي الواحد هي وزاره فيها عده عامل عده انشطه. ما نجموش نثبتوا الناس الكل اللي هما يبعثوا في ماء نظيف، فما عده شركات صغرى تحط ديريكت ماء في البحر وفي البحيرات وفي الاوديه مش تريتي. نحبوا اكثر شيء البيئه، راهي مش مهمه وزاره البيئه فقط. واضح. اذا الى جانب قلنا الى جانب التكوين، شنو اخر مثلا اللي قاعدين تحبوا تخدموا عليه؟ دراسات استراتيجيه ودراسات بتاع التواصل، العمل على ادماج كل الشركاء في المنظومه هذه، وكل كان حملوا مسؤوليه. حاجه اخرى نحبوا نواصلها زي نحبوا نوصلوا لها ان شاء الله، هي كيفاش نرجعوا بعد الكوفيد بما يسمى بالريدريسمون فير، بعمل اقتصادي اخضر. هذه جاتنا فرصه، تعرف انت كي تجيك كريز وكي تجيك شوك بعد كي ترجع ما تقدرش ترجع نفس العمل، على خاطر كي نرجعوا نفس العمل هذاك ما عملنا شيء، معناتها ممكن الكارثه اللي تجي بعدها تجي ممكن اخطر برشا. احنا الهدف نتاعنا تو كي جاتنا شوك لازم نتعلموا منه، لازم ندمجوا حاجات اخرى في المستقبل نتاعنا، ونحبوا تغيير المنظومه الاقتصاديه باش تكون اكثر خضراء، اكثر زرقاء، اكثر تهتم بالطبيعه. باش نكمل بسؤال ونحبك تكون صريح معايا سي فوزي، هل تونس
أو الحكومة التونسية أو المنظومة البيئية التونسية عندها مقاربة للمحافظة على البيئة، عندها مقاربة على الاقتصاد الأخضر، وإلا بعيدة كل البعد على هذا؟ والله أهم شيء في تونس احنا اشتغلنا في عدة بلدان هو قدرات المواطن التونسي، وهذا أثبت في الكورونا. خلينا من المواطن، أنا نحب على السياسات العامة للبلاد. السياسات العامة للبلاد هي ساعات سياسات فراجيل، سياسات تشتغل كل يوم، يعني ما فيش نظرة ورؤية شاملة للمستقبل. ما عندناش مشروع اليوم اللي هو للاقتصاد الأخضر. قاعدين نحلوا في المشاكل اليوم باليوم، ما فيش كل مرة نحن سهرة نتعامل مع الوزراء ونحكوا معهم، نقول لك أنا ما عنديش الوقت باش نشوف شتوش نعمل في 10 سنين قدام. أي سامحني، اللي يحكموا واللي عندهم سياسات وزير أو حكومة لازم تكون عنده مقاربة، البلديات لازم تكون عندها مقاربة خضراء، الوزارة رئيس الدولة في حد ذاته لازم تكون عنده مقاربة خضراء. نتفكروا مليح في الزمن معناتها في الرجيم اللي تعدى، الرجيم القديم معناتها في رجيم في وقت بن علي، ساعات رغم اللي هي ممكن فيها تعاصف وغيره، فما من يعملوا احتفال أنه أكثر منطقة خضراء، جوائز أنا أحسن بلدية، أنا أحسن جردان في الجمهورية. اليوم عادش غائب موجود، وكأنه مشى مع السياسات القديمة. ما المشكلة في البيئة، في النظامات تتحدى، في الرئاسات اللي تحدد مش أولوية لحد الآن. هك تشوف أنت يوم القانون بتاع إدارة السواحل، البروتوكول اللي حبينا تعدى في المجلس أخيرا وما تعديش، ما أجلوه. بربي شنو حكيتوا البروتوكول باش يفهموا المواطن كما ينبغي؟ البروتوكول سيدي، هي نحن تونس عنا شراكة، مش عنا اتفاقية، على اتفاقية تسمها كونفنسيون دو برشلون اللي تهتم بالبحر المتوسط، فيها عدة بروتوكولات تابعة للاتفاقية، منهم بروتوكول اللي يلزم الدول تهتم وتصح عليه اللي هو يهتم بكيفية الإدارة المحكمة للسواحل متاعنا، وهذا هو الاتفاق خارج من اتفاقية برشلونة اللي احنا في الشام صحين فيها موجودين فيها. هذا جيس، هذا مش فيها تمويلات، هذه معنا حتى من صندوق لتونس، فيها تعريف تونس أكثر، فيها اهتمام جينا اهتمام الدول الأخرين اللي مصحين مش يجون معانا، ولكن هذا هو اللي حيرنا نحن. تونس صحيح عندها عدة استراتيجيات، وفما حاليا برشا تدهور السواحل والانتهاكات وعدة وضايا، البروتوكول حاولنا نحن اشتغلنا عليه من عام 2016 توقعوا باش نحدوا من شيء هذاك، خاطر الساحل التونسي شيء تعرف هذا، تعرفوا بعد الثورة اللي فما بنيات عشوائية، ما فماش اعتداء كبير على الملك البحري وعلى حتى غير الملح اللي تتكلموا عليها سي فوزي، اللي هي مدينة عندكم موديل، برا شوف غير الملح شنو اللي ولات فيها هك البوند متاع الرمل اللي بين البحيرة والبحر، شوف شنو فيها الانتهاكات اللي صايرة فيها. هذه هي مشكلتنا، بعد الثورة وقع أهمال البيئة وأكثرية السواحل. هذه البروتوكول هذا مش يجي مش ينظمها، وخاطر كي تعمل انت بروتوكول مش أقوى من القانون التونسي، خاطر قانون دولي وهذه مش يجيب لنا برشا تمويلات، مش يجيب لنا برشا أنشطة، مش وللأسف ديما مرة أخرى نوابنا الأبرار خارج التاريخ. الأرجوماء اللي جابوه مش علمي حتى طرف، ومش ما مش عارف. احنا الاتفاقية مع في افريقيا ما مشينا لهاش بربي سي فوزي للأسف الشديد. والله تونس راهي بلد صغير وعنده إمكانيات وقدرات إنسانية موجودة، وعنده شعب واعي ومثقف، هذا مقارنة لعدة شعوب اللي في شعبنا، ونحن قادرين باش نضع مثال اقتصادي تنموي لنا نحن، يحترم الطبيعة ويحترم برشا. عندنا كوستاريكا، عندنا نيوزيلندا، عندنا برشا بلدان يشبهونا نحن، ووصلوا القمة اوكي بالنوع نتاع بالسياسات الاقتصادية اللي ماشية في الأخضر. يا سيدي احنا نتمنى لكم كل التوفيق،
سي فوزي المعموري مدير صندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا في تونس. بارك الله فيك على تواصلكم معنا. احنا يكون عنا لقاءات أخرى وهذا الفضاء صديق للطبيعة في كل وقت. مرحبا بكم سيدي. شكرا بارك الله فيك.